Nigel, we're looking for someone. Has anyone else arrived here in Jumanji lately? Jumanji is in great peril. It's all detailed in the letter I sent you, Dr. Bravestone. Perhaps you should read it aloud. Grandpa Eddie, do you have a letter? Do I have a letter? Check your pockets. Why would I have a letter? Because Nigel here, he wrote you a letter. I didn't get a letter from this guy. But we are in a video game. We're in a video game? We're gonna die. We did die. Are we in hell? I knew it. Oh my God. ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد من قناه 5 minute practice. في الفيديو دوت زي ما شفنا البطل بتاعنا هو فيلم جومانجي ذا نيكست ليفل. الفيلم دوت من الافلام الجميله جدا واللي انا شخصيا بحبها عشان كده يعني عملتها النهارده. واللي حصل في الجزء دوت اللي هو ذا نيكست ليفل ان سبنسر صديقهم المجموعه اللي دخلت جومانجي في الجزء الاول مع بعض واحد منهم كان عايز يرجع تاني فدخل لوحده فهم المجموعه مع بعض كده دخلت ورجعت جومانجي تاني عشان تدور عليه. فركبوا الطيارة مع نايجل اللي هو الشخصية اللي من اللعبة اللي بتقول لهم ايه اللي هيحصل في الـ في الـ في الجيم وكده. فدار الحوار كالتالي: قبل ما المشهد بتاعنا دوت يبدأ كانت مارثا سألت نايجل الشخصية اللي من اللعبة بتقول له لو في حد جه جومانجي قبل ما هم يجوا عشان احنا بندور على صاحبنا وبتاع. فابتدى نايجل يرد الرد اللي هو متبرمج عليه وبيقول لهم جومانجي is in great peril. جومانجي في خطر عظيم. peril يعني خطر. راح مكمل وبيقول لهم It's all detailed in the letter I sent to you, Dr. Bravestone. كل حاجة متفصلة وأنا موضحها لك في المسج أو في الرسالة اللي أنا بعتها لك يا دكتور بريفستون. Perhaps you should read it aloud. يعني ربما أنت تفضل أن أنت تقراها بصوت عالي عشان الناس كلها يعني تسمعها. فمارثا لما سمعت الكلام ده من نايجل فبتبص للروك اللي هو هنا كان جد سبنسر فبتقول له Grandpa Eddie يعني يا جده إيدي You have a letter يعني انت معاك رسالة مكتوبة. فرد عليها وبيقول لها Do I have a letter يعني هو انا معايا رسالة؟ معيش رسالة يا بنتي. انا يا بنتي معيش رسالة والله. فردت عليه بتقول له Check your pockets يعني بص كده في جيوبك شيك عليها يمكن يكون في letter هو بعتها لك. فبيقول لها Why would I have a letter؟ فبيقول لها ايه ليه يبقى معايا رسالة اصلا؟ فقالت له Because Nigel here he brought you a letter يعني نايجل اهو تمام هو بعت لك رسالة. فرد عليها بتلقائية شديدة وبيقول لها I didn't get a letter from this guy أو I didn't get a letter from this guy يعني أنا ما خدتش أي رسالة ولا ما جاتليش أي رسالة من الشخص دوت أصلا أنا ما أعرفوش أنا أعرفه منين. فردت عليه مارثا وبتقول له But we are in a video game يعني بس إحنا في لعبة وعايز أكمل تشرح له بقى إن إحنا في لعبة وهو طالما بعت لك يبقى هتلاقي وبتاع وكده. فهو بقى أول ما بتقول له إحنا في فيديو جيم فهو استغرب فبيقول لها We're in a video game يعني إحنا في لعبة إزاي الكلام ما يتعقلش يعني فهو بيرد باستغراب جدا. فطبعا مين بقى اللي طلع كده في النص وهو متعصب وخايف زي ما احنا عارفين من الجزء الأول فريدج صاحبهم الأسمراني دوت. فقال إيه We're gonna die يعني إحنا هنموت خلاص هو شايف حوار كده والناس اللي معاه دول ضايعين فإحنا كده هنموت. فراح صاحب جد ادي اللي هو هنا كان ماوس فبيرد عليهم كمان بيقول له we did die هو بيقول له we gonna die فالتاني بيقول له we did die احنا اساسا متنا يا ابني. فراح ادي جد ديسبنسر رد عليهم هم كمان وبيقول لهم are we in hell هو احنا في الجحيم يا جدعان. فرد عليه ماوس مره تانية او اللي هو صاحبه يعني بيقول له I knew it يعني انا كنت عارف. طيب كنت عارف دي عايده على ايه؟ عايده على الجمله اللي هو قالها من شويه اللي هي We did die يعني احنا متنا انا كنت عارف ان احنا متنا. ما واحد بيقول له Are we in hell فاستنتج ان احنا متنا احنا متنا خلاص. فطبعا مارثا وفريدج حافظين الحوار ولقوا اتنين عواجيز قاعدين معاهم مش فاهمين حاجه فهيضيعوهم. فمن الاحباط مارثا قالت Oh my god وحطت ايديها على وشها كده دليل على الاحباط يعني Oh my god يعني يا الهي اللي هو خلاص احنا كده ضيعنا. بس كده ده كان من نهايه المشهد بتاع فيلم جومانجي وان شاء الله استنونا الفيديو الجاي هيكون فيه فيلم انيميشن معانا ممكن نحاول نعمل مره فيلم انيميشن ومره فيلم اجنبي عادي جدا. بس كده لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت بتتفرج وانت مش عامل سبسكرايب وشير علشان اكبر عدد من الناس يستمتع. سلام.